الفنان عبير شمس الدين، حابين نعرف تحضيراتك للموسم الدرامي المقبل. أول شيء أهلا وسهلا فيكم. طبعا السنة الحمد لله في أكثر من مشاركة وفي اختلاف بالمشاركات، يعني بطبيعة الأعمال بطبيعة الأدوار. كان عندي مشاركة بمسلسل حريم الشاويش مع المخرج أسعد عيد وإنتاج شركة قبنان، طبعا مسلسل شامي فيه هيك بيندرج تحت إطار كوميديا الموقف. طبعا هي اللي بيشتهر فيها الأستاذ أسعد، يعني بيشتغلها بطريقة كتير محترفة. كان دوري دور حكمت، هي امرأة مسيطرة يعني بالحارة، بوقت تعرفي نحن دائما لما بيكون في اقتراحات نسائية بالأعمال الشامية فبيكون دائما الأدوار الأساسية للرجال والسيطرة والمقولة الأساسية بيقولها الرجل، بس هون كان الوضع شوي مختلف. المشاركة الثانية هي كانت مسلسل وهم مع الكبير محمد وقاف، طبعا إنتاج المؤسسة. كمان كانت مشاركة كتير حلوة وهي مع صغرة وبساطتها، بس هي كانت لها الحدث الأكبر بالعمل، يعني لها أهميتها الكبيرة، ما بدي أحكي عنها كتير مشان ما أحرق الفكرة. والمشاركة الثالثة هي هون بفرصة أخيرة، طبعا هون بقى فتنا بالدراما الاجتماعية كمان اللي فيها شيء هيك رومانس يعني للآخر يعني، والعلاقات الإنسانية، العلاقات العائلية، كيف الصراعات العائلية بتكون. طبعا هو عمل طويل من 60 حلقة، فبتمنى أنه طبعا إخراج الأستاذ فهد ميري مخرج الرائع. الحمد لله يعني السنة في شيء هيك، طبعا في شيء للأيام الجاية قبل رمضان إن شاء الله بنلحق نعمله. شيء عربي حيكون أو سوري؟ غالبا هلا في شيء عربي، في شيء عربي محكي معي فيه، بس لسه ما مو 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 اكيد يعني، بس هو بالنهايه سوري يعني، نحن بنشتغل على اساس انه احنا فنانين سوريين. دورك بمسلسل فرصه اخيره رومانسي، وشخصيتك حتكون هي العمل الاجتماعي بشكل عام معاصر، اضافه البيئه العمل بتتطلب اطلالات مختلفه ومتنوعه، وحضرتك من الفنانات اللي بتهتمي باطلالتك جدا كان داخل العمل او خارجه. لاي درجه حضرتك بتتدخلي باطلالتك خلال هذا العمل، وكيف حتكون اطلالاتك بشكل عام وازيائك؟ هلا هون الشخصيه بتحتم انك انت تلبسي شيء معين، يعني هي حدا عنده مشكلة نفسية بأنه هي تتخيل حالة كتير مهم، عندها زواج فاشل، نحن مش شايفين كتير شو، يا أما هي من يعني يا أما هي مطلقة ما بنعرفها مطلقة ما بنعرفها أرملة. هذا موضوع كان سري جدا بالعمل أنه وين حكى عنه أنه هي شو، بس هي حدا كتير حابب أن يكون عنده علاقة وزواج، ودائما عندها مشكله انه الكل عم يتزوج والكل عم بيعيش حياته والكل انسان وهي الكل نسيانها. فبلحظه بتحسيها بتلبس شيء بيشبه الناس الموجودين بالعمل، بلحظه بتحسيها شزت عن الناس اللي موجودين بالعمل ولبست شيء كثير مختلف وبعيد عن الشخصيه. ليش ما حدا بيعرف؟ لانه هي الصراعات تبع انه هي بلحظه بدها تلفت نظر، بلحظه بدها تنحب، بلحظه لا خلص انه ما بدها، بلحظه بدها. بتعرف المراه لما بتفوت بهي الحاله يعني ببلش بقى التخبطات والصراعات، انه انا وين؟ انا مين؟ انا مين بدي اكون؟ شو شخصيتي؟ هي شخصيه عصمت هيك، حدا ضايع ما بيعرف حاله وين. عرفتي؟ دائما بس هي كثير حدا بيهتم بحاله باطلالاته. طبعا نحن بالنسبه للعمل في سبونسرات، يعني مجموعه سبونسرات للالبسه، وفي شيء من خياراتنا الخاصه. بالنسبة لحياتك يعني خلال هيدي الفترة والأعمال اللي حكيتيها حضرتك كنت مشغولة كتير، طيب حياتك هل أثر هيدا الشيء على أسرتك، على العمل، على أمور أخرى خارج العمل الفني؟ هلا أمور أخرى ما عندي أمور أخرى. هلا بالنسبة للبيت والولاد الحمد لله، يعني هلا الولاد صاروا أعمارهم منيحة، تقريبا بقدر بعتمد عليهم شوي إنه هن يعتمدوا على حالهم. هاي الفترة فترة مدارس بتعرفي، ووقت طويل بالمدرسة، فالوقت الموجودين بالبيت هو بكون قليل. غالبا بحاول نسق أموري شوي، يعني وقت ما عندي تصوير دائما أنا معهم، أنا بالبيت، أمور البيت، الأشياء الاجتماعية الضرورية يعني بنحاول إنه قدر الإمكان إنه ننفذها، بس إنه الله بيعين. الله بيعين.